جبيان إذن هو يوم حزين بالنسبة لهيئة المحامين بالرباط وبالنسبة لنا حنا كاملين كاتحاد المحامين الشباب. حقيقة فقدنا زميلين عزيزين في رعاني شبابهما إثر الحادثة التي وقعت صباح هذا اليوم، وفي حقيقة ألمنا كثيرا فقدانهم بهذه الحادثة. كانوا شبابا معطاء، شباب كله مستقبل وحيوية. حقيقة كانت صدمة لنا جميعا، ما عرفناش أقدار الله سبحانه، الحمد لله راضين بها، ولكن هذا هي الدنيا. الله يصبرهم ويصبر عائلات ديالهم، وكنتقدموا بأحر المواساة والتعازي للسيد النقيب والسادة أعضاء المجلس الفقدان هاد الزميلين، وكذلك تعازينا للعائلة ديالهم والأصدقاء ديالهم واللي أصدقاء ديالنا حتى حنا كذلك، ونتمناو يعوض الله خير فيهم وفي والديهم إن شاء الله. شكرا.